التشكرات، ونتمنوا لكل الشباب اللي عندهم طموحات ان مديريه الشباب تقوم بالواجب نتاعها، لان عندنا امكانيات وعندنا شباب اللي عندهم قدره انهم يمشوا بعيد في كل المجالات، يعني في كره القدم، في رياضه الكاراتيه، في هذه الرياضه اللي راهي جديده. وبالمشاركه التي شرفنا بها في المحافل الدوليه بروسيا الصديقه، ونتمنى له ان شاء الله التعليق في جميع المناسبات المقبله ان شاء الله. لانه عندما يدخل طمرس وهو برفقه يعني فعاليات المجتمع المدني وشباب واهله، يعني يعتبر هذا تحفيز له كبير على الاقل. ان شاء الله في البطولات الاخرى يجيب لنا نتائج احسن من هذه، ويعرف انه من وراه سكان ولايه طمرس. رياضه اليونيفات هي رياضه عسكريه، تشمل مباريات عسكرية أو حواجز عسكرية، ومباشرة تستطيع الدخول في نزال مع الخصم. لذلك هي رياضة جديدة إن شاء الله راح تكون في الأيام القليلة مؤسسة على مستوى الوطن. وكانت عندنا فرصة احنا كوفد جزائري أن نشاركوا ونتحصلوا على ميدالية ثانية، كما أخبرتكم في الأول ميدالية ثانية بالنسبة للدول المشاركة، واستطعنا نتحصلوا على ميداليتين برونزية وفضية في اختصاص اللايت واختصاص الكلاسيك. رانا نسعى وإن شاء الله مع مؤسس السيد بوغلام الله عدا، نسعى وإن شاء الله باش تكون عندنا نقلة نوعية على مستوى الجنوب، ولماذا لنكون حاضرين كغيرنا مثل أبناء الوطن في تمثيل ولايتنا في المحافل الدولية والوطنية إن شاء الله. خبرتي مع الطبيعة تخليني ننصحكم، جربوا هيمو براو، مرهم طبيعي يقضي على البواسر. هيمو براو، كاع نبراو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.